مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، شكرا للزملاء على التواصل، وها هي الانطلاقه لشوطنا الحادي عشر في مجموع الاشواط، شوطنا الحادي عشر الخاص هنا ايضا بهنا انطلاقه ايضا القعدان المحليات الاصايل هجني اصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز الجميل. نتابع معكم المسيرة، نتابع المهب من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابع هنا في الانطلاق هنا والتحدي سعيد بن عبيد الحميري من يأتينا بهذا الانطلاق المميز الجميل هنا أيضا الوصول في هذه الانطلاقة الجميلة، وشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم هنا من ينطلق بالتحدي والإثارة، وهو شخصية يتابع في الانطلاق محمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بينما المركز الثالث، المركز الثالث شاهين سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم يتابع خليفة بن سالم بالصقعة على المركز الثالث، وفي المركز الرابع مولع ياتينا في المركز الرابع لسمو الشيخ الهيان بن زياد بن سيف بن محمد آل الهيان مع الصادق فضل الأمين في تضميرة، ومن الجانب الآخر ينطلق هناك أيضا مبشر بهذا الأداء المميز الجميل من هجنة العاصفة، يتابع غياث الهلالي ودعان يأتينا على المركز السادس هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل ودعان لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راهد بن سعيد المكتوم مع غانم بن مصر بقوبة في تضميرة، والوصول هنا من مصيحان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم تابع مسري بن سالم بالعرطي الحميري بهذه الانطلاقة الجميلة، وفي المركز الثامن، المركز الثامن الغزال سمو الشيخ ناصر بن سلطان بن مايد القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري في تضميرة، وصوغان قادم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة عبد الله بن ثعيل بالهايري من ينطلق هنا بهذه التحديات على تاسع المراكز، وفي المركز العاشر يأتينا هنا شمعدان بهذا الانطلاق المميز الجميل من هجن العاصفة، يتابع في هذا الأداء الجميل هنا غياث الهلالي. هذه هي الانطلاقات، هي التحديات، هي المسيرة بهذا الأداء الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى شخصية من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابع شخصية محمد بن يمعة بن عبيد بن دبيلة الفلاسي، ولكن أرى التسللات هنا والانطلاقات والتحديات. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصلت العاصفة وهجنها مع شمعدان على المركز الأول وثاني المراكز، مبشر هنا من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي بهذا الانطلاق المميز الجميل، والوصول هنا ودعان يأتينا في هذا الانطلاق الجميل لسمو الشيخ مسعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر هنا احد شباب نادي الشبه غانم بن مصر بالقوبة المنصوري بهذا الاداء المميز الجميل والتحديات. وصل هنا، وصل صغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هو احد شباب الهباب في التضمير عبد الله بن ثعيل بالهايري من يتابع هنا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس شخصية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وقيادة وتضمير محمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة في تضميره هنا في هذا الانطلاق المميز الجميل. وعلى المركز السادس
مولع ياتينا على المركز السادس لسمو الشيخ انهيان بن جابس بن محمد ال انهيان او في هذا الانطلاق بمتابعه الصادق فضل الامين في تضميره. من ياتينا هنا في هذا الاداء الجميل سابعا وفي المركز الثامن مصيحان سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم تابع مسري بن سالم بن عرطي الحميري والغزال. في المركز التاسع لسمو الشيخ ناصر بن سلطان بن مايد القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري في متابعته. وعلى المركز العاشر وصل هنا غازي وصل غازي من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي على عشر المراكز في هذا التسلل الجميل والملحوظ. هذه هي النتائج، ها هي الانطلاقات والتحديات الجميلة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول. صدارة هذا الشوط شمعدان هو المسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط شمعدان هنا من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. هنا من يسيطر مع شمعدان على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. صوغان في المركز الثاني، صوغان من ياتي في المركز الثاني ايضا يبغي مراقبة قوية. صوغان سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع احد شباب الهباب عبد الله بن سعيد بن هايري في التضمير. وعلى المركز الثالث ودعان، ودعان سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم احد شبابنا المضمرين هنا، شبابنا الدشبا غانم بن مستر بالقوبة في التضمير. من ينطلق بالتحدي والاثارة هنا في هذه الثلاثية جميلة، أرى مبشر قادم يبشر أيضا بالخير هنا مبشر. ويأتينا غازي أيضا يغزو المقدمة من هجن العاصفة يتابعه غياث الهلالي في هذه الانطلاقة الجميلة والتحديات المتميزة. خماسية تنطلق بهذا التحدي، شخصية يأتينا في المركز السادس هنا بهذا الانطلاق الجميل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم يتابع احد الشباب محمد بن يمعه بن عبيد بن دبيله. يلا يا ابو هزاع هنا مع شخصيه بهذا الانطلاق المميز الجميل. اعود مع الكيلومتر الاخير، اعود مع الكيلومتر الاخير هنا مع شمعدان المسيطر على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. سلاله شمعدان انتاج محميه الرويه هنا على الصداره على المقدمه وعلى المركز الأول. أنبشر القادم أيضا بنفس الشعار هنا في هذا الانطلاق بشعار العاصفة وهجنها. أنبشر هنا من ينطلق ثانيا للعاصفة وهجنها بقيادة غياث الهلالي. صغان المنطلق على المركز الثالث لسمو الشيخ هنا حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع عبد الله بن ثعيل بن هايري. ولكن نعود هنا، نعود إلى شمعدان هنا من ينطلق ينطلق على الصدارة، ينطلق بالمقدمة، ينطلق بالمركز الأول هنا بهذا الأداء الجميل. ها هي هنا النقطة الحادية عشر تنطلق وتذهب للعاصفة وهجنها هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل. تهانينا تهانينا لمالك العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الأداء المميز الجميل للعاصفة وهجنها. شكرا يا غياث الهلالي من قدم هذه النوعيات المتميزة الجميلة. ولحظة وصول شمعدان إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس، بينما المركز الثاني يصل صوغان على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد. أو هنا وصل غازي من غزا على المركز الثاني من هجن العاصفة. المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم. المركز الرابع من هجن العاصفة مبشر. والمركز الخامس أتانا بهذه الانطلاقة ودعان لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم. من وصل خامسا سادسا شخصية لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن
بن راشد بن سعيد المكتوم والتوقيت الزمني هنا ولحظة هذا الانطلاق المميز الجميل. وهنا 9:16 ستة من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام شمعدان. تهانينا للعاصفة وهجنها على هذا الفوز والغياث الهلالي، بينما المركز الثاني كان من نصيب غازي بنفس شعار إمبراطورية هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. هنا قاطعنا المسافة في 9:27 وفاء وتماما وكمالا. أما ثالث المراكز فكان من نصيب صغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بمتابعة أحد الشباب الهباب عبد الله بن فعيل بن هايري ب 9:28 ستة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني.